باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان والى الابد امين. شكرا للي قدموا الفقره بتاعه الفلسفه واللوحه الجميله والمعاني الحلوه اللي تعلموها لنا، وشكرا للقرار، شكرا للاجتماع الجميل ده. طبعا انتوا بتقدموا نموذج لاجتماع شباب حلو، في مشاركه من الشباب، اهم حاجه ان فعلا الاجتماع يكون بالمشاركه، لازم يكون الشباب هم اللي بيقوموا باجتماعهم، فاحنا بنتعلم منكم، لكن دي فعلا الطريقه المثاليه لاجتماعات الشباب. لفقرات مختلفه طبعا، في افكار كتيره ومتعدده، اكيد انتوا كل مره بتعملوا حاجه معينه مختلفه عن المره الاخيره. شكرا للانبا بكير الأب الحبيب فعلا لمحبته ورحايته وتعبه معايا من أول ما جيت، وقال ما سافر بكرة إن شاء الله نعيشنا بدري، ولمحبة كل الأباء وكل اللي تعبوا معنا. مش هطول عليكم، لكن هتكلم معاكم في موضوع اسمه أنا والآخر. أنا والآخر. هبتدي بسؤال، والسؤال ده سأله ربنا في تكوين إصحاح 4:9. ربنا سأل قايين وقال له أين هابيل أخوك؟ ورد هابيل رد كتير مننا بيردوا، أحارس أنا لأخي؟ دي أول نقطة في موضوعنا. أنا مسؤول عن أخويا، ومن هو أخويا؟ هو كل واحد أنا ربنا سمح إن أنا بقابله أو في محيطي، سواء في كليتي أو سواء في أسرتي أو سواء في الكنيسة أو في مجال عمل أو أيا يكن، أنا مسؤول عن أي واحد شايف فيه إن هو محتاج لي، محتاج فكرة، محتاج مساعدة، محتاج يطلع من الظل زي اللي كانوا قاعدين شايفين الدنيا ظلال، وأنا بأخر نفسي عنه. أنا مسؤول عن أخي، أنا مسؤولة عن الآخر. إحساسي بالمسؤولية هو اللي بيقودني إن أنا أبادر وأعمل شيء. النقطة الأولى اللي لازم نفهمها مسؤوليتنا تجاه نفسنا، نفسنا أعني عقلنا، قلبنا، حياتنا، مسؤوليتنا تجاه كنيستنا، أنا بعمل إيه في الكنيسة، مسؤوليتنا تجاه مجتمعنا، أسرتنا. أنا علشان أفهم علاقتي بالآخر لازم أفهم إن أنا مسؤول عن الآخر. مش هينفع أقول أحارس أنا لأخي وأنا مالي وماله، أنا مش بضره. دي نقطة. النقطة الثانية، لا تكن إنسانا يكلف بمهام بل كن صاحب مبادرات. بمعنى إيه؟ مش لازم يجي أبونا الله يخليكي خلي بالك من فلانة، لو سمحت اللي ورا الله يخليك ابقى خلي بالك من فلان. مش لازم اكلف. كل ابطال كنيستنا اشتغلوا، اللي كان بيحركهم احساسهم بالمسؤوليه وليس التكليف. ارجوكم ما تكونوش اصحاب ناس مهام تكلفوا بيها، لكن كونوا اصحاب مبادرات. ثاني، لا تكن صاحب مهمة تؤديها بل كن صاحب مبادرة. حبيب جرجس كان شاب وبادر بمبادرة. أنا أسقف الخدمات في مصر، أول أسقف خدمات هو أول واحد اخترق الكرة بنفسه، كان اسمه الأنبا صموئيل. جيل الشباب هنا ما عجبوهوش، اتقتل في المنصة مع رئيس مصر السادات في يوم 6 أكتوبر.
الأسقف ده كان صاحب مبادرة، هو اتحرك، هو قام. لا تكن مؤدي مهام بل كن صاحب مبادرات. نمرة واحد، أنت مسؤول. نمرة اتنين، كن صاحب مبادرات. نمرة تلاتة، اوعى أنت لست ملك نفسك، أنت ملك غيرك. نمرة تلاتة، أنت لست ملك نفسك، أنت ملك غيرك. بمعنى إيه؟ إحنا يا جماعة جسد المسيح، أعضاء في جسد المسيح. هسأل سؤال، لو عضو من الأعضاء صحيح وبصحة كويسة هيكون إيه وضعه بالنسبة للجسم؟ الحبايب اللي معايا ورا، لو أنا عضو صحيح إيه علاقتي بالنسبة للجسم؟ هقدر أخدم الجسم؟ هقدر أفيد الجسم؟ لو أنا مصدع، راسي تعبانة، كله هيبقى تعبان، رجل مش قادرة، ايد مش قادرة، في واحد يقول انا فيش مشكلة للمخدرات، دي حرية شخصية، فيش مشكلة للسجارة، دي حرية شخصية، فيش مشكلة، معرفش عندكم شيشة هنا ولا لا في السويد، في شيشة برضو اسمها ايه معرفش يعني. يعني ايه شيشة في السويد؟ تعرفها بقى. ما اقدرش اقول، ما اقدر، طبعا ما اقدرش اقول ان انا حر نفسي، انا ما اذيتش حد، لا، فيما ان انا مش بهتم بنفسي انا بضر الاخرين وببقى حمل على الجسد بطريقه غير مباشره. تاني يا شباب، انت ممكن تخدم الاخر بانك تخدم نفسك صح. كل ما كنت عضو في الجسد صحيح سليم قوي، انت قادر انك تخدم الاخر. يبقى نمرة واحد، انا مسؤول. نمرة اتنين، كن مبادر لا تكن صاحب مهام. نمرة تلاتة، اهتم بنفسك، لأن اهتمامك بنفسك هو اهتمام بالجسد ككل. أنت لما تنتصر كشاب في الطهارة وتعيش في قداسة، أنت بتكون عضو قوي، والعضو القوي ده بيقوي الجسد ككل. كل مرة أنت بتنتصر على الخطية أو على العالم، ده انتصار للجسد ككل، للكنيسة ككل. اوعى تفتكر انت بنفسك، لا، انا مش ملك نفسي، انا ملك غيري. النقطة اللي بعد كده، بالنسبة لعلاقتي باخويا، انا محتاج اخويا. مش ممكن ابدا اقول هو العينين هي اهم حاجة، لما هي محتاجة للأذن، هو اهم حاجة المخ، لا بس مهم القلب اللي هيطلع الدم للمخ، لا هو بص هو أهم حاجة الأذن، لا خالص. كل الأعضاء مهمة وتحتاج بعضها البعض. أنا محتاج أخويا، كل واحد محتاج التاني، وكل واحد فينا له دور في هذا الجسد، ومفيش فينا حد أهم من الآخر. أنا محتاج أخويا، ومفيش حد فينا أهم من الآخر. ما نقدرش نستغنى عن واحد، ما نقدرش نستغنى عن واحد. الواحد مهم وله دور في هذا الجسد. إذن إحنا لابد إن إحنا نكون متعددين. فلازم أفهم إن أنا وتر في آلة موسيقية، كلنا أوتار متعددة. لو إحنا كلنا دو، مش بتاع عندكم برضو الدو ريني، ولا إحنا بيقولوا حاجة تانية في السويد بيقولوها إيه؟ لو أنا عزفت الأنبا أباكير أستاذ في الموسيقى، لو إحنا قعدنا نقول دو 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 دو، ده نشاز، نشاز. لابد إن أنا المقطوعة علشان تتعزف
لابد ان يكون الاوتار مختلفه. علشان كده بنقول في التسبيحه هؤلاء الذين الفهم الروح القدس معا مثل قيصارة. ليه قيصارة؟ متعددة النغم. ما مجيش اقول ده النغمة ده الوتر ده ما بطيقوش. ما بتشيقوش بس انت عايزه. ده التون ده ما بيجيش على قلبي كده. بس هتحتاجه. وقت لما مسك رئيس اخواني مصر الشباب بتاعنا زعل واتضايق، شيرنا كلنا قول شهير احب ان انتوا تعرفوه، واكيد انتوا طبعا هنا عارفينه، لكن احب اقوله. هو ايه؟ قد يستخدم الفنان لونا وهو يرسم لوحه او طريق او شكل حياتك. قد هذا اللون لا يعجبك وحده، ولكن عندما تكتمل اللوحة ستجد أن هذا اللون كان مهما جدا في مكانه. مشكلتكم ومشكلتنا إن إحنا بنشوف كل لون لوحده. أنت لوحدك وأنت لوحدك وأنا لوحدي، لكن إحنا على بعض لوحة، إحنا على بعض قطعة موسيقية، إحنا محتاجين بعض. احنا كشباب واحنا في المجتمع وفي الكنيسة كل واحد له دور. احنا عندنا بيبقى في ناس واقفة على الباب مش زي عندكم كده سايبين الدنيا براحتها. امال يا رب ما نعرف. وقبل ما نعرف نبقى زيكم كده وسايبين المكان. الراجل اللي احنا بنوقفه بره له أهمية. كل واحد له دور حتى لو هو دور بسيط. فلازم أعرف إن أنا أحترم دور غيري، أحترم أحترم الوتر الآخر، ومخدوش لوحده آخد مجموعة الأوتار ومجموعة الألوان على بعض. النقطة اللي بعدها في علاقتي أنا بأخي. أنا أكمل أخي. أنا أكمل أخي. بمعنى الشمال، أنا شخصياً عندي الشمال هتعطل قريب. كنت لسه عامل MRI قبل ما أجيكم بيوم. هتعطل. كيف والشمال هتعطل؟ طيب همشي هشتغل ازاي؟ مين اللي هتحمل الشغل تشيل شمال ويمين؟ اليمين. فبقيت انا عايز اجيب حاجه من الناحيه الشمال اليمين تجري كده. مش قادر احمل بكتفي ايه كتف الشمال اليمين يشيله. لما عضو يتعب لازم العضو التاني يشيله. وهيجي وقت انت هتشيل وهتتشال. يعني انا بشيل بسند ولازم اعرف ان هيجي وقت هتشال، لان مفيش حد فينا هيبقى بيرفكت على طول. اكيد هيجي وقت تلاقي الرجل دي عايزه شويه مساعده كده، ده عايز مساعده كده. اذا انا محتاج لغيري. موسى لما جه وربنا هيبعته قال لربنا ايه؟ ده انا عندي في الكلام بتلجلج ثقيل الفم واللسان. انا ايه؟ مش عارف اتكلم، لست صاحب كلام ولا امس ولا اول من امس، انا ما بعرفش اتكلم. راح ربنا قال له ايه؟ خد هارون لسان ليك يتكلم. انت محتاج هارون في حياتك. كل واحد لازم يختار هارون يكمله. مش هتمشي لوحدك، محتاج هارون. مفيش حد فينا موسى وهارون مع بعض. مفيش حد فينا ينفع كل حاجة مع بعض. لأ لأ، موسى محتاج هارون. كل واحد محتاج واحد جنبه علشان يكمله. ودي في منتهى الأهمية يا إخواتي.
أنا والآخر. ابحث عن هارون. بولس كان محتاج برنابة. بولس دخل في الأول كله مرعوب منه. مين اللي سنده ومين اللي سلك له السكة؟ برنابة. كن برنابة، كن هارون. وإن كنت أنت موسى أو بولس، دور على برنابة ودور على هارون. يعني أنا محتاج لأخويا. مفيش واحد يقدر يقول إن أنا وبس. في علاقتي بأخويا يا إخوتي، هحتاج بعد لما قلت الميكانيزم بتاع عملية أنا وإخواتي أو أنا وأخويا وإزاي إن إحنا بنمشي، توجد لينا بعض النصائح الصغيرة، وهي الآتي: افرح إن أخوك يكون أفضل منك، اتمناله دايما إنه يكون الأحسن، اتمناله دايما إنه يكون الأحسن. لو وقع أخوك ما تشهرش بيه وما تقولش أخطاءه. لو وقع أخوك أولا افرح بيه، أنا جبت جيد جدا وانت جبت امتياز، ده احنا مذاكرين مع بعض، ده نفس الورق، ده نفس الكلام، طب ما احنا راجعنا اللي كتبناه، ليه انت امتياز وانا جيد جدا؟ افرح انها جابت امتياز. بلاش ان انا اقول اشمعنى، ليه؟ افرح ان اخوك يكون افضل. والنقطة التانية اللي اهم منها اللي هي ستري على اخويا، ما شهرش بيه. لو انا عرفت حاجة، شفت فلان طالع من الحتة معينة وانا عارف ان دي ايه، يا نهار ابيض بقى فلان بيروح الحتة دي، ده كلام. انا اعمل ايه بقى؟ استر ولا اجي والاجتماع شوفوا يا عم يوليوس ده اللي كانوا قالوا مش عارف ايه، كنا فاكرينه ايه وطلع ايه، ما احنا شفنا. كن ساترا على اخوك، اوعى تشمت في وقوعه لان دي في منتهى الخطورة. النقطة اللي بعد كده، اوعى تطلب انك تكون مميز في علاقتي انا والاخر عن اخواتك. القميص الملون مين فاكره في سفر التكوين؟ مين اللي عمله؟ عمله يعقوب لابنه يوسف. مال القميص الملون؟ بصوا يا اخوه، اوعى تلبس القميص الملون واوعى تلبسه لحد. هقولها تاني، القميص الملون اوعى تقبله، انا عايزه ابقى مميزه كده عن كل الناس، انا مختلف، عايزه سيدنا يعاملني معامله لوحدي كده، اي عامل الدنيا دي كلها عاده وانا لوحدي، دي تعمل خطوره. والاخطر بقى لو جه انبا يوليوس واهتم قوي شويه زياده وادى شويه زياده لمارك وساب مايكل سنه، لبس القميص لواحد، ايه اللي حصل بسبب القميص الملون؟ اخواته كرهوه وحقدوا عليه وباعوه. اوعى تطلب انك تكون مميز، واوعى تميز، لا انا ابقى مميز ولا اطلب ان انا ولا ان انا اميز واحد تاني. اخر حاجه عايز اقولها بالنسبه لعلاقتي باخويا في النصيحه الاخيره، كن دائما مفرحا لاصدقائك، وكن سبب سعادة للآخر. في واحد سبب نكد، منين ما تشوفه يقول لك أخبار، منين ما تشوفه يشيلك الهم، منين ما تشوفه تحس إن الدنيا كلها قايمة بكرة، وفي واحد تاني يفرحك يديك أمل. شفتوا اللوحة اللي وريتها لنا الأخت؟ الناس شايفين الهدف، شايفين الحاجات اللي من أرض الموعد، الأرض اللي فوق السماء، وشايلينها وواضحة وواضحة قدامهم، وده اللي شجعهم. كن دائما سبب فرح لأخوك في كل ما تتقابل معه. دي شوية نصائح، أنا طبعا قلت عناوين عناوين عناوين، بس أتمنى أنكم ما تنسوهمش،
من أولهم لآخرهم، أو إن كان حد كتبهم يكون شيء لطيف تتذكر دايما أنا والآخر، أنا وأخي، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.